قلق متنام في الولايات المتحدة بشأن التهديد الذي بات يشكله فيروس زيكا بعد إعلان ولاية فلوريدا الأسبوع الماضي رصد أول حالات انتشار محلي للوباء في أحد أحياء مدينة ميامي. ماركو روبيو عضو مجلس الشيوخ عن فلوريدا دعا المجلس لقطع إجازته الصيفية لإقرار تشريع ضروري لتوفير التمويل اللازم لمحاربة الفيروس. يجب أن ينتهي وقت الألعاب السياسية، يجب توفير التمويل اللازم في أقرب وقت وأن يشرع الحزبان في إقرار الأمر. آمل بأن لا يواصل زملائي في مختلف أنحاء البلاد الاعتقاد بأن هذا الأمر لا يخصهم وأنه يحدث بعيدا عنهم، لأن هذا الأمر إن كان يحدث في ميامي هذا الأسبوع أعتقد أنه لن يمر وقت طويل قبل أن يصل إلى ولايات أخرى في الولايات المتحدة، وعندها ستواجه البلاد بأكملها نفس الوضع. السلطات المحلية في مدينة ميامي كثفت من حملاتها للقضاء على البعوض الناقل للفيروس وتوعية المواطنين لا سيما الحوامل بأخطار زيكا. في سياق متصل قال باحثون أمريكيون إنهم بدأوا أول تجربة سريرية على 80 متطوعا لاختبار لقاح مضاد للفيروس الذي انتشر بسرعة في الأمريكيتين ويمكن أن يسبب تشوها للأجنة المولودين حديثا.